ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقلنا هناك مواقف كانت مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، مواقف كثيرة. أنتوا ليه واقفين يا شيخ؟ يعني نأخذ مواقف سريعة. الموقف الأول، قلنا أبو عبيدة كفى بأبي عبيدة شرفا لأمرين. الأمر الأول، أولا أنه من السابقين الإسلام، والأمر الثاني أنه من أخص الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه من العشر المبشرين بالجنة. الأمر الرابع اللي هو الأهم، وهو ممتاز أنه أمين هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ترى في موقفان يعني نعبرهما في هذا الباب. الموقف الأول، روى أهل السير أنه لما كان يوم بدر جعل عبد الله بن الجراح اللي هو أبو أبي عبيدة بن الجراح، وكان مشركا، يتعرض لأبي عبيدة كثيرا، فيعرض عنه أبو عبيدة لا يريد قتله، وهو يعني يتعرض له ليقتله، يريد يقتل أبو عبيدة بن الجراح. فلما أكثر عليه قتله أبو عبيدة أنزل الله تعالى بعد قتله: لا تلد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا من أعظم المواقف التي كانت لأبي عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هي غزوة فيها التفريق بين أهل الإيمان وأهل الكفران، يوم الفرقان، يوم التقى صفان. قال الرحمن في كتابه القرآن البيان: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا يوم عظيم جدا، يوم مهيب. فهنا جاء أبو عبد الله الجراح، جاء لأبي عبيدة يريد يقتله وهو يفر عنه ويقتله، فقتله معلنا الولاء والبراء. قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ما فيش نسب هنا، المسألة واقفة على نصر دين الله جل في علاه. فالمسألة على دين الله جل في علاه لا تنظر لا لأخ ولا لعم ولا لأب ولا لابن ولا لزوجة ولا لبنت، لا 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 تنظر إلى قريب ولا بعيد ولا حتى إلى يعني زوجة. المهم أنك تنظر إلى ما يرضي الله جل في علاه، ما عندك إلا ذلك. هذا الموقف تكرر كثيرا، وهذا الموقف أو أجلاه أبو عبيدة عندما قتل أباه عنوة، وأيضا قاع عنوة، وأيضا أبو بكر بحث عن محمد، كان أبو بكر في ساحة الوغى يبحث عن ابنه ليقتله. أبو بكر فبحث عن ابنه ليقتله لكنه لم يوفق، والحمد لله أنه أسلم، لم يوفق إلى أن رآه، ولكن عمر الخطاب أراد ذلك، لأنه بعد ما حدث من نصرة الله جل وعلا لأهل بدر، فجاء في الأسارة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر ماذا نفعل، قال: قومك يا رسول الله فإن أسلموا كانوا عضدا لك، أرى الفدا. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله. جاء عمر قال: لا أرى ذلك. هنا يومها أعلنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عشان تعلم المواقف التي تبين، المواقف تبين الدين، المواقف هذه تبين الديانة، تبين الديانة. لذلك أنا أقول أنت هتنسلخ من أخيك مبتدع ولا غير مبتدع؟ ها أنت تقول لي ده مبتدع أسلمه اليهود؟ هذا ايه مادي؟ ما الوجهة الدينية الموجودة؟ ما فيش ولا وجهة دينية، ما فيش أي، حتى الحمار ما لا يقول بذلك. يعني ما في حد ممكن أصلا يعني تراه يفكر أنه يسلم إخوانه الموحدين لأهل الكفر الذين الملعونين الذين يسبون الله ليل النهار ويقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يعني ما لنا ولهم، ما لنا نتبرأ منه. تبرأ من من؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه حتى ولو كان مبتدعا. فالمسلم مسلم، توحيده يقترف معك، ولذلك الكافر كافر، لا صلة بينك وبينه. لذلك لما قال ذلك قال عمر: لا أرى ذلك يا رسول الله، أرى أن تعطيني فلان زيد بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي عليا عقيل ابن أبي طالب فيضرب أخوه فيضرب عنقه، وتعطي أبا بكر ابنه
فيضرب عنه قدم وتعطي فلان كذا حتى قال حتى يرى الله من قلوبنا أننا لا هوادة لنا مع أهل الكفر. ونزل القرآن موافقا لمن؟ لعمر. قال ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن أبو عبيدة ضرب أروع الأمثلة بقتله لأبيه. أولا أعلن فيها الولاء والبراء، النصرة لأهل الإسلام، نصر إخوانه على أبيه وهو كافر، عشان تعلم كيف أصلا النصرة لما بين جوينهم الرابطة. فقتل أباه من أجل دين الله جل وعلا، من أجل التوحيد نصره. ولذلك أعلنها صراحة عبد الله بن أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول عندما علم أنه قال لا رجع المدينة يخرجن العز منها الأزل ولله عزة رسوله. فقال والمؤمن فقال ذهب إلى النبي قال رسول الله علمت أنك قاتل أبي، لا تأمر أحدا يقتله وقد علمت المدينة بأنني أبر الناس بأبي. فأنظر إلى المسلم فأراه قتل أبي وهو حق، لكن لا 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 أتحمل فأقتله فأدخل النار، اجعلني أنا أقتل أبي لك. قال أنا أقتله، قال أنا قاتله، أنا الذي أقتله، أنت الأعز هو الأذل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بر أباك، شوف الرحمة وصلت فيه، بر أباك. فلما علم بقدومه إلى المدينة وقف على أبواب المدينة وأشهر السيف وقال له أنت الأذل ورسول الله هو الأعز، والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله وإلا أضرب عنقك. شوف الديانة، شوف التوحيد، انظر النصرة الصحيحة. فلما قال له ذلك علم المسلم قال بر أباك أدخله ودخل. لكن الغرض المقصود هنا الولاء والبراء الأصيل، التوحيد حقا في هذا الباب. لما جاء مصعب بن عمير وجد أخاه أسيرا فقال الأنصاري شد على 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 وثاقه فإن أمه غنية. فنظر إليه يبتسم يقول أنا أخوك تقول في ذلك؟ قال هو أخي من دونك، هو أخي من دونك. فهذا الذي فعله أبو عبيد بن الجراح كان فيه عظيم الأثر في الولاء والبراء، وقد قتل أباه والله تعالى شكر له فأنزل هذه الآية العظيمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوف من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وأيضا من ذلك يعني هو فيه التحقيق لما قال الله جل في علاه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه عزة على الكافرين أدلة على المؤمنين. الموقف الثاني ما كان من أبي عبيدة بن الجراح في التنافس في الخيرات مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمع بأن النبي التف حوله المشركون. تعلمون في أحد كانت الدائرة لأهل الإسلام، فلما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت الدائرة وكادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تعلموا العصيان لله جل في علاه ماذا يحدث، ما عند الله لا يأخذ إلا بطاعته. وكان فيه من النبي فيه أبو بكر فيه عمر، ومع ذلك صارت الدائرة لأهل الكفر، وفر من فر وقتل من قتل، حتى قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لكن نحمد الله على ما قال ولقد عفى الله عن من الله غفور الحليم. الغرض المقصود أبو عبيدة لما علم ذلك كان أبو بكر أول من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسابقه أبو عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح كان يقول طرفه فوق طرف أبي بكر وصارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدوا عند رأس النبي من وصل أبو بكر وأبو عبيدة خلفه سريعا يريد أن يسابقه ليكون درعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجد عنده من نايمين، الناس دي بتخرج في السيرة ومدعا هيموت، ما عندهمش فاهم، زي الواد اللي بيلعب تنس ما عندوش دماغه مش رايحة مش فيه. وجد طلحة بن عبيد الله، لكن وجد طلحة ايش يقول؟ وجدنا طلحة ثيابه مقطوعة وفي جسدي ما يقرب من 70 طعم، وحقف واقف درع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدري وفي جسدي ما يقرب من 70 طعنة. ووجدوا أصابعه مقطوعة ووقع في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر دونكم صاحبكم فقد أوجب، انتهى، أوجب الجنة وهو حي. أنزل الله من المؤمنين الرجال صدق ما عهد الله عليه فمن من قضى نحبه ومن من ينتظر. قال أبو طلحة الخير قضى نحبه مما ماتش وهو في حي، قال هذا ممن قضى نحبه
فجاء أبو بكر سريعا، فجاء عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورد حديد المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة قال أبو بكر يريد يفعل شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أقسمت عليك دع هذا يعداني أنا. فأخذ المغفر بأسنانه، فأول ما خلع أول حديدة خلعها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم سقطت أول سنة، سقطت ولم يشعر بها. شيخ انا مش معصره، انا مش معصره حبيبي، مين اللي بيقول لك اعمل كده؟ انتوا شايفيني انت فتح باب وعملت تتضع فيه. انا يا شيخ انا مش معصره، افهمني، انا مش عايش عشان اكل واشرب، انا باكل عشان اعيش، بشرب عشان اعيش، ده العكس. فالحاصل وقعت السنة الأولى، فجاء على الحديدة الثانية، فأبو بكر تقدم فقال لا، فدخل أبو عبيدة فنزعها فوقعت السنة الثانية، صار أهتم. يقولون ما رأينا جمالا مثل جمال الهتمة التي عليها أبي عبيدة. شوف ربنا الله شكر له فجعله أجمل مما من له الأسنان وفعل. ها؟ لأنها لله، لأنها لله نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة لله فعلها. وأيضا أهل السير بيتسامح في السير في هذا الباب. كان هناك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلو على صخرة، لم يعرف كيف يعلو على الصخرة، فأبو عبيدة أسرع أمام أبو بكر ثم قال دع هذا لي، فجعل نفسه منضدة وجعل الإنسان يركب على ظهري ليرتقي إلى الصخرة، حتى ارتقى الصخرة ومر، فكان في أمان أكثر مما كان في الموقع الذي كان فيه. انظر إلى البسالة، وانظر إلى صدق المحبة للنبي، انظر إلى صدق نصرة الله جل في علاه بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو فينا عشرة من هؤلاء، ثلاثة من هؤلاء، لأن هم كانوا عشرة ملكوا الدنيا بأسره، لو فينا ثلاثة من هؤلاء الدنيا بأسره تستقيم، الدنيا بأسره تستقيم، لأنه استقامت القلوب عندهم فاستقام كل شيء لهم. لما استقامت القلوب عندهم كل شيء استقام لهم، عمر بن الخطاب، أبو بكر، خالد، كل هؤلاء ما أحد فيهم ينظر لنفسه، من الذي تقدم، من الذي تأخر، من الذي ملك، ينظرون يقولون الراية مرفوعة إذن تبقى مرفوعة. فكان توحيد القلوب موحدا لكل الأبدان. لذلك قلنا لا تميع لتجمع، بل وحد جمع، ما فيش ميع جمع، لا تميع لتجمع، أنت تضيع، أنت تميع وتضيع وتحسب يا مغفل أنك تجمع، وحد جمع. أنا أصح لك الخطأ هنا على قواعد الشرع، أن الشرع إذا أغلق بابا فتح باب، أقول لك واحد توحيدا صحيح، واحد أحد أحد، واحد جمع، واحد جمع، ولن تجمع الكثرة ستجمع البواسل، ستجمع الأماجد، ستجمع من تكون نصرة الأمة على أيديهم. الغثائية والشوشرة لن تفيد. وحد التوحيد التام، وحد جمع، ستجمع حول التوحيد الذين صدقوا الله فصدقهم الله، ستجمع تحت راية التوحيد الذين ملأت القوم الذين ملأت قلوبهم النقاء والصفاء والمحبة لرب الأرض والسماء. وهذه مادة النصر، هذه المادة التي ينظر الله إليهم فيرضى عنهم فينصرهم. لما كثر الخبث نظر الله إلى أهل الدنيا، عربهم عجوان فما خطهم إلا بقايا أهل الكتاب. فنقول لابد أن تكون على هذه الهيئة، ينظر الله إليكم فيجد توحيد القلب بتوحيد الإله سبحانه وجل في علاه، وتوحيد النية لنصرة الله جل في علاه، فينزل النصر عليكم. إذن أنا أصحح لك ما تفعل، واحد جمع، وانظر، جرب تجد، واحد جمع. فلذلك أبو عبيدة، أبو بكر، عمر بن الخطاب، مصعب بن عمير، أسد الله، حمزة، الزبير بن عبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء كانوا على قلب رجل واحد، لأنهم كانوا على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة، نصرة الله جل في علاه، حماية النبي من أجل رضا الله جل في علاه. هذا الموقف كان موقفا عظيما لأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه على ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي بعض مواقف أخرى، يعني
إن شاء الله تكون فيها الدرس القادم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.